المحطات الخاصة بها كانت تكلفة أكثر أقل من الفقر. الشيء الآخر، معدل الاستهلاك اليومي للفرد هو 140 جالون يومياً، يعني بهذه الطريقة. كمية الفواكه تكفي للتزويج كم؟ 421، يعني بعد ضعف السكان اللي تصلهم، يعني ضعف السكان اللي تصلهم ليش اليوم الأيام اللي هي سكان البيوت أنا أتكلم. الشيء الآخر، لو كانت نسبة التسربات من الفواكه 71% طلعت إلى الأرض، ده خرجت البحر 71% من البحر. تصور كأنه راح يصير ايش؟ نهر. طيب كمثل على بس ايش؟ تبين حق صانع القرار أهمية المشكلة، حجم المشكلة. كل ما كبرنا عدد أطفال من المشكلة، كل ما ايش؟ بدأ التعامل معها بطريقة أفضل. وأقولها وإن الحلول اللي أخذت سابقا كلها تتعلق بشنو؟ بهذا الشيء. طول الشبكة، عمر الشبكة، استهلاك، هذه الحجج اللي يستخدمونها المهندسين بالطريقة هاي، فبالتالي شنو؟ كانوا يحطون موارد إنه مثلا يحسنون طول الشبكة، يعيدون صيانة الشبكة، يزودون من موضوع يسوون توعية حق المستهلك، يرجع المستهلك إنه تستخدم إياه، لا تستهلك ولا في المساجد، لكن المشكلة الأكبر ليست في المساجد، صح؟ في إسراف في المياه مقارنة بالمياه الشريعة، لكن أنت افترض أول شيء تحل مشكلة أكبر، أنت قاعد تركز على بس نسبة قليلة من الحفاظ. إذا رحنا حق الحين الجزء الثاني من المشكلة وهو استكشاف صفات التسربات في الشبكة الآن. فش تسوي؟ هذه السيارات كلها ميدانية جماعة. أوكي. فالسيارة الميدانية شو تقول؟ أنواع التسربات البرية حسب المناطق. أوكي. لأن بنعرف كيف تعصير التسربات حسب كل منطقة. وهذا ما يسمى عندنا ثلاث مراحل في حل المشكلة. أوكي. عندنا مرحلة قلنا أمس عندنا مرحلة شنو؟ الترميز، صح؟ وعندنا مرحلة التصنيف، وايد وايد مهمة، وعندنا مرحلة شنو؟ الحل الناجع. أوكي؟ يعني لا تقولي بتحل مشكلة إذا لم تسوي لون شنو؟ أخضر وشنو؟ أحمر. ثم هني تدخل الألوان المختلفة، تعدد الالوان، ثم هني تصل الى شنو؟ الى تختار المنطقه اللي ستركز عليها. فانواع التسربات كم من خلال الترميز حسب المناطق، ليش حسب المناطق؟ لاني اريد ان احول الحين كيف عندي انا تسربات برية في المناطق الجديده. لو سالتكم الان شنو التفكير المنطقي يقول؟ التفكير المهندسي شو يقول؟ ان التسربات راح تكون في المناطق الجديده او المناطق القديمه. صح؟ فكانوا شو يسوون الجماعة؟ يركزون دائما على المناطق القديمة. راح نشوف الحين شنو راح يطلع لنا. هذا الجديد يعني تكلم سنة سنتين، مشاريع ضخمة، مشاريع يعني اسكانية ضخمة والبيوت تباع فيها بمبالغ خيالية، ها مثل ما الام بي وغيره. يعني تعرفون المناطق الكومباوند اللي يسكونها عليها حراسة عليها، هذه اللي نتكلم عنها. مع عند وقت التعامل مع التسربات ايضا هذا يهمنا، لان ليش؟ كل ما وصل الفريق الى بسرعه الى التسرب واستكشفه، ها استكشف التسرب، كل ما شنو؟ حللنا المشكله او حللنا من الفائده. اوكي؟ فهذه ايضا ثم طبعا القاء خطوات ذات قيمه غير مضافه، كيف هم يتعاملون مع المشكله حلها؟ والقدره على تقليل وقت التسربات المرئيه، كيف نقدر نحل؟ ما في ميكروفون؟ هو السيتنج. ها؟ فاذا هني بعد ما سوينا هذه احنا اقول لكم ساعات شوفوا كيف نتعرف الحلول، شوفوا لما رينا هاي ثم بس قدرنا نقلل الفرق كم؟ 1.5% نسبة كم؟ نسبة 37% واضح؟ فانت ساعات تبذل جهود كبيرة، هاي مدة ثلاث شهور من البحث لكن ما تطلع بنتيجة كبيرة. اوكي؟ فهذه طبعا ايش بالتالي؟ بس استراحة يقولوا لنا ولا في اذا في شاي الشبكه الرئيسيه ايضا هاي مهم جدا عشان نفهم، فبدينا نفهم ما هي الشبكه الرئيسيه. الشبكه الرئيسيه هي كل البحرين، الشبكه المناطقيه هاي نفهم عليها، هاي شبكه لمنطقه. اوكي؟
طب يعني انت شنو تركز عليه؟ المناطقيه ولا الرئيسيه؟ لو تاخذ سعيد. ها؟ لا المناطقيه. لان راح ابيع الرئيسيه. صح؟ لان تسربات كبيره. فانت تبي تفهم الحين كيف تتعامل فلازم تاخذ مكان هنا نماذج صغيره. تشتغل عليها. خلال صغيره تاخذ هذا. تاخذ شبكه مناطقيه في مناطق جديده ومناطق شنو؟ قديمه. بس. اوكي. فهذه مهم جدا ايضا بحب اشارك. فاخذنا مثلا هاي المجموعات الحقيقيه ارقامها. لاحظوا الفاقد لان هم الفاقد في هندسه شنو؟ ان عدادات الشركه ما تعمل. فتكون العداد الالكتروني ما يعمل انواع العدادات، اي نوع من انواع الفاقد. ايضا اخذنا مثل ما قلنا مناطق قديمه جديده كبار مشتركين. من هم كبار مشتركين؟ أنا أقول أنتم اشتروا بطارياتكم تحلوا المشكلة. فكبار المشتركين هم مصانع، المستشفيات، المدارس، الجامعات، صح؟ هذا مهمين ولا لا؟ مهمين ليش؟ لأن يستهلكون كميات كبيرة، صح؟ وطبعا احنا كان لهم مشروعهم الخاص واشتغلنا معاهم وصار في معاهم تنظيم بشكل كبير لأنه كثير عندهم كان في هدر. هدر برئي مش هدر لكن هنا ركزنا ان هذا المشروع الاصعب هذه هم يستطيعون يحلونه. فجهات عارفين يتعاملون شغلتهم هاي الشيء. هاي بس اعطينا مره بالاخبار. لكن اهم مرحلتين هي مناطق هاي. شوف في اي مرحله دائما نمر احنا مثل ما قلنا مرحله تسمى نسميها مرحله تفكر. اوكي؟ يعني مثل القران احنا قاعد نستخدم لكم كلمات في القران اللي نفهم فيها شنو الاحمر والاخضر. اللي هو جمع الملاحظات ثم تدوينها وتصنيفها ثم ندخل في مرحله التبسط. اوكي؟ اللي هي مرحله فيها شنو؟ التحليل والتعليل والتعلم. ثلاث كلمات. التحليل والتعليل والتعلم. لان بعد احنا ساعات نحلل الاشياء لكن ما نعللها. لازم بعد شو اسوي؟ اسوي تعلم تعلم خلال عقب ما اسوي التعليل. ثم مرحله التدرج واللي هي الاستنتاج والانطباعات. هاي المرحله الثلاثه راح تشوفها بروح التقسيم. إذا استطعت يا سعيد أن تدخل في موريتانيا في 1% من عقول الشباب من خلال جمعية اقتصاد الآن الموريتانية بس روح الفضولية العلمية فأنت غيرت المجتمع كله. بدل ما يكون بس شنو؟ نتكلم وننتقد 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 ونفكر أن هذه اللي لا. كل ما دخلت أنت زرعت في عقل الإنسان وروحه حب الفضولية والبحث العلمي فأنت لا شك أن ألهمته. راح يبتدي شنو يبحث ويبتدي ويستقل من خلال وجهه إلا شكرا بطريقة خاصة بحب الشباب، لذلك حبيت ماي الشباب. هذه أمثلة طبعا في كثير الدراسات الميدانية راح تشوفونها، تقريبا أكثر من 100 دراسة ميدانية عشان نحل مشكلة كبيرة. هذه الدراسة الميدانية رقم واحد في مدينة هذا المجمع وهي الشبكة وهذا التاريخ بس عشان تشوفون بس ليش عشان بعدين كل يوم راح تجيب سعر. أوكي؟ طبعا من الدراسة الميدانية اكتشفنا أن هي أنواع المشكلة هي مقسمة إلى ثلاث أشياء أو قصدي إلى خمسة أشياء. عدادات داخل المنازل تكون هي مثلا سبب العدادات متوقفه عدادات متضرره توصيلات غير قانونيه تسربات دمويه راح نشوف بس المشكله بهذا ووجدنا ان الفاقد بعد ما حبينا نحل هالمشاكل كان الفاقد كم؟ 64% في هاي المنطقه في هاي الشبكه اصبح الفاقد لما حلينا المشاكل كم؟ 29% فلاحظوا بدينا نحل شبكه 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 عشان يعني نحل المشكله. قللنا التكلفه على البلد كم سنويا؟ بس في المنطقه 14000 دينار يعني تقريبا من خارج 60000 دولار تقريبا. كمثل عشان على منطقه واحده بسيطه اخذناها كمثل بسيط. نروح للعين طبعا نبتدي شوي شوي نتوسع. ثم ناتي منطقه ثانيه منطقه اكبر منها. ولاحظنا ان التسربات والعذاب والاشياء الثانيه بشكل كبير. فاقد اخر مره ثانيه في منطقه بعد منطقه تبي هاي المنطقه المناطق الجديده اسمها الدره البحريه منطقه مجمع سكن تجمعات سكنيه مجمعات قلال كلها جديده مبالغ كبيره صرفت على هاي الناس ما كانت تصدق ان هاي المناطق الجديده ما حد حتى انا لما اتصور ان المناطق الجديده هي راح تكون في شنو؟ لاحظوا كم حجم التكلفه اللي قللنا على البلد. لان حتى لما اقدر يشتروا مشترك كلهم صح؟ بس احنا كل المياه والكهرباء
الحكومة تغطي تقريبا 40 إلى 50% من النفط. يعني مشترك يدفع فقط 50% في دول الخليج أتكلم عنهم والبحرين بالذات. فبالتالي البلد وفرت 242,000 في هذه السنة. مشروع آخر أمثلة، فبدينا أمثلة كثيرة عشان يعني ما أطول عليك. لبعض المشتركين نفس القصة. كم هاي الرقابة مشتركون؟ أمثلة ليش إنهم بيتوفر عليه مليون من خلال بس الألمانية فترة هذه السنة. فزاد في الحقيقة استكشاف المشكلة بطريقة ثانية. لأن إحنا ما اكتشفنا إلا 1.5 من الفاقد فما كنا مرتاحين، لأن المشاكل اللي حليناها كلها جات من غير شنو؟ من غير الفاقد. يعني حتى الان ما اكتشفنا الفاقد اللي هو التسربات غير غشية. لان اكبر خطر ليس التسربات غشية. التسربات غير مرئية. حتى الان ما حلينا شيء. فالحقيقه صار لنا احنا احباط. احنا ليش نشوف شنو؟ قلنا ما في مشكله، انت ليش قاعد تسوي على المشكله؟ بيصير لك ضغط حتى انت نفسي انت صاحب حل المشكله، انه ليش انت قاعد تحاول تحل مشكله؟ تجد شي مشكله ولا ما في مشكله؟ فجينا الى الرحله الثالثه اللي هي التسرب. قلت لي انا فشلت هني ما راح اكمل بعد هاي الرحله وعدتهم انه اعطوني فرصه ثلاث شهور اذا ما حصلنا النتيجه راح ما اكمل. فدخلنا في مرحله التنفس وانا هني مهم جدا عندي اوكي ان انت تنتقل بشكل عام اوكي حينما تعمل الترميز فانت تجي على التبني تبني عندك القدرة على التخمين. القدرة على ايش؟ يسمونها في اللغة الإنجليزية استيميشن. ما أعرف بالفرنسية يسمونها. أوكي؟ أيوه. وبعدين تبني عندك خلاص؟ جزاك الله. إن شاء الله. أوكي. بس أوقف هني وأخلص هاي وقت. فعندنا شنو؟ لما نسوي الترميز احنا شنو عرفتي؟ القدرة على التخمين. التخمين يعني شنو الناس بتكون؟ لما تقول واحد يخمن، يسوي استيميشن. ايش يعني محمد يخمن؟ 50-50 50 تصيب 50 تخيب صح؟ طبعا انا ويش؟ هاي في العالم العربي احنا عندنا وايد تخمين بس احنا في العالم العربي ما عندنا تخمين احنا عندنا تحفيز اوكي اسوء يعني بالبركه فكر على البركه هو البركه شيء جميل لكن انا شنو؟ لا في معلومات ولا في ديتا ولا شيء بس الظرف هو تصيب اوكي فاذا يمكن نسوي شيء حق العالم العربي عشان ما تخربطوا معي نسوي شنو؟ التحفيز او العبط اوكي هذه حق العالم لكن هذه علم التخمين لكن اذا دخلت في مرحله التصنيف وكنت دخلت في مرحله التصنيف فسويت دخلت في مرحله شنو؟ التنبؤ اوكي والتنبؤ علم لذلك اليوم مثلا الارصاد الجويه في اوروبا تتنبا في الشهر الفلاني راح يكون في مطر وباذن الله يحدث مطر ليش؟ ما يعرفون الغيب؟ لا علم والعلم دي مرتبط بثلاث مصادر بالاحصائيات والمعلومات من الفوركاست الاخرى اللي في العالم كله والانترنت من خلال الخبرات سابقه في البلد ومن خلال علم المتنبي اللي هو الشخص نفسه وخبراته السابقه هاي كلها بالكمبيوتر بلاك يطلع بشنو بالاخر لو انا ليش تخطئ بالتنبؤ الجوي؟ لان ما تستخدم معلومات تستخدم خبرات كل ما استخدمت معلومات قديمه وكانت قديمه عندك يعني كل ما كان عندك طيران من الاربعينات عندكم في المغرب الطيران المصري ما شاء الله في الاربعينات مثلا صار عندكم مطار الاربعينات صح؟ صح؟ ولا لا؟ مطاركم من اي سنه؟ مطاراتكم الاربعينات اتوقع فيفترض عندكم الحين شنو؟ جود ديتا يفترض ان التنبؤ يكون عالي ليش؟ لان انت عندك تنبؤ على خبرات سابقه وهذه مرحله الحل الناجح مرحله شنو؟ الذكاء المؤسسي او المجتمعي يعني انت عارف ايش؟ مثل الله سبحانه وتعالى هيك عن تتكلم عن التنبؤ 70-30 70% انت لما تقول شيء صح لما يكون عندك تنبؤ راح تصير باذن الله سبحانه وتعالى ومرحله الذكاء هيك قاعد تتكلم عن 90% الى 10 90% ما تصير انت صار عندك نسبه اصابه عاليه وهي يسمونها بلغتنا نسبه الاصابه هيت ريت باللغه الانجليزيه نسبه الاصابه انت ترفع مستوى نسبه الاصابه عندك وعند المؤسسة من خلال تنقلها من مرحلة التخمين على قبل البركة، اوكي؟ البركة طبعا كلمة حلوة بس انا اقول قبل العرب شو يقولون، اوكي؟ ثم التنبؤ ثم نصل إلى مرحلة ايش؟ التخمين. أتوقع أن لازم استراحة مهتمة المسألة هذه، سامحوني مرة ثانية.
شوف